أن الأطراف وجهت لها نفس الدعوة للمشاركة في مائدة مستديرة، وأنها جلست على نفس المائدة المستديرة. إحنا بالنسبة إلينا كان عندنا موقف تنقلوا الجزائر أن تكون طرف رئيسي، وهذا موقف أكده جلالة الملك مرارا. وهنا لابد من ذكر أو التوقف عند الرسالة الملكية التي وجهت في مارس الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. ولهذا كنا إذا تحول، ولهذا قلت كانت عندنا تحولات، ولكن واحد من التحولات الكبيرة هو هذه النقطة. ويضاف إليها المسألة المرتبطة بالمشاركة أو طبيعة الوفد المغربي، مشاركة منتخبين من الصحراء المغربية، وليس فقط مشاركة بل طبيعة هذه المشاركة، لأن النقاش أو التدخلات التي عبر عنها منتخب الصحراء المغربية لم تقف فقط عند الحديث عن جهود التنمية، أو بل طرحت إشكاليات ذات بعد مستقبلي. وهذا واحد شيء بالنسبة إلينا، أنه لا يمكن أن نتصور المستقبل الصحراء المغربية ضمن النسيج الوطني المغربي بدون إشراك للساكنة، ولهذا لا يمكن الحديث عن تغييب. ليس هنالك أي قرار بتغييب فئة عن فئة، أو كانت هنالك يعني مقتضيات ذات طابع تدبيري. أما بالنسبة إلينا الموقف الوطني عدم العكس، لا يمكن كما قلت أن نتصور بتغييب فئة دون فئة، بل بالعكس المقاربة التي اليوم تشكل نقطة قوة لبلدنا هو أنه كاين انتخابات وكاين منتخبين، وبالتالي موضوع تمثيلية البوليزاريو لساكنة الصحراء المغربية اليوم لم يعد مسلما بها. وهنا لابد من الإشارة لواحد القضية أساسية. كما قلت في ندوة سابقة، هذه السنة سنة 2018 أدت إلى إسقاط وهمين، واليوم كنأكد على وهم ثالث. كان واحد الوهم ديال المناطق المحررة، والآن عندنا قرارات ديال مجلس الأمن وتقارير واضحة ديال مجلس الأمن في 2018 أنه ليس فقط المنطقة العازلة 5 كيلومتر 5 كيلو، لا، حتى المنطقة ديال اللي فيها بير الحلو وتفاريتي، أن المسؤولية للأمم المتحدة والامتناع عن إقامة وحدات إدارية أو القيام بأي شيء، لأن ذلك استفزاز. وهذا واحد لاحظنا في السنوات الماضية كان الخطاب يركز على هذا الأمر. الوهم الثاني الذي سقط وتأكد الآن بمصادقة المصادقة المتتالية للجنة الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات مع المغرب والتي تدمج الصحراء المغربية، وآخرها ما تم هذا الأسبوع على مستوى لجنة التجارة الخارجية، هذا أسقط وهم القول بأن الثروات الطبيعية في الصحراء تستغل بطريقة غير شرعية وعائدتها لا تظهر أو تثمر على مستوى الساكنة. اليوم ليس المغرب من يتحدث، بل لجان الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي والهيئات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تقدم اليوم تقارير عن وضعية الثروات الطبيعية. وهذا واحد شيء مهم. الوهم الثالث الذي يسقط اتباعا هو الوهم ديال التمثيلية، أن ساكنة الصحراء المغربية تمثلها البوليزاريو. اليوم كاين منتخبين، كاين انتخابات، غالبية الساكنة الصحراوية موجودة داخل الأقاليم الصحراوية المغربية، وهذا واحد المكسب لا يمكننا أن نضيعه أو نهدره، لأنه مكسب كبير. ولهذا النية ديالنا والاختيار اللي كيحكم الموقف الوطني هو عدم التغييب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.